الرياض الكريم، أسعد الله مساءكم وكل أوقاتكم بالخير والمسرات. أطلق الستار وبدأت الآمال بانطلاقة شوطنا العاشر بتعداد أشواط الفترة المسائية التي شاهدنا فيها انطلاقات الرموز والسيارات، وأيضا المنافسة التي تواجدت على أرضية ميدان التحدي. هذه الانطلاقات المميزة التي شاهدنا بالانطلاقات الرائعة وعبر نقل حي مباشر من قناة الريان الفضائية الناقلة لهذه الأحداث الجميلة ولهذا الموروث الشعبي، وأيضا لرياضة الآباء والأجداد ورياضة الحاضر والماضي. نتواصل مع الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة بهذا الشوط. يتواجد مبلش على المركز الأول، أحمد بن حسين بن محمد القرش يقدم لنا مبلش مع المركز الأول وسلالة مبلش مع الانطلاق ومع القيادة السليمة لمجريات هذا الشوط. ولكن أشاهد من انطلق إلى أول المراكز وتواجد هملول عبد الله بن محمد الكثيري، يقدم هملول مع تقدم هذا الشوط ومع انطلاقة أول المراكز، ليأتي على المركز الثاني الحذر لمحمد بن راشد بن غالب المنصوري، وثالث المراكز يتواجد شاهين سالم بن سعيد بن خدير الكتب، يقدم لنا شاهين مع المركز الثالث، ورابعا يتواجد بهذه اللحظات مع المركز الرابع من انطلق إلى المركز الثالث بدور شاهين لسالم بن سعيد بن خدير الكتب، هنالك من انطلق بهذه اللحظات وتواصل إلى المركز الثاني. يتواجد الشامي لجمال بن راشد الشاوي الغفلي مع المركز الثاني، ثالثا يتواجد الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري، ورابعا يتواجد شهيد سالم سعيد بن خدير الاكتبي، وخامس المراكز هنالك التواجد والانطلاق من قبل المركز الخامس من تواجد بهذه اللحظات وانطلق بمسيرة المنافسة، وأيضا التحدي مناور لسالم بن سلطان بن ميرين الاكتبي مع المركز الخامس. هذه هي الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة من عمر هذا الشوط، ونشاهد هذه اللقطات الجميلة واللقطة الفورية من الكاميرا الماني هليكوبتر الناقلة أيضا التي تنقل هذه الانطلاقة المميزة، ونشاهد هذه الأعداد الكبيرة التي تشارك على أرضية هذا الميدان. أعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المقدمة وإلى الشامي من انطلق مع أول المراكز، جمال بن راشد الشاوي القفلي يقدم لنا الشامي بهذه الميلة على قيادة هذا الشوط. المركز الثاني الحذر من انطلق على ثاني المراكز، وحذاري من الحذر من يتواجد بهذه اللحظات برفقة محمد بن راشد بن غالب المنصوري، وثالث المراكز يتواجد هملول لعبد الله بن محمد بن راشد الكثير مع المركز الثالث. رابع المراكز أتابع من تقدم بأول نداء ووصل إلى المركز الثاني، مياس علي بن محمد الحنزاب المري ينطلق أيضا بمياس إلى أول المراكز ويجدد النداء الثاني بانطلاقته المميزة على المقدمة والصدارة، ليأتي على المركز الثاني الشامي، تعود الملكية لجمال بن راشد الشاوي القفري، وثالث المراكز يتواجد هملول عبد الله بن محمد الكثيري. رابعا أتابع تواجد الحذر محمد بن راشد بن غالب المنصوري، وخامس المراكز هنالك التواجد من قبل المركز الخامس. إذن خامس المراكز
يتواجد شاهين محمد بن علي بن راشد الكتبي مع المركز الخامس ومع انطلاقة الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة وأيضا المتنازعة لانتزاع أول المراكز ولانتزاع السيارة الثمينة تيوتا ستيشن جي اكس ار هي الجائزة المخصصة لهذا الشوط ولهذه الانطلاقة. وأشاهد الأعداد الهائلة الأعداد الكبيرة ما خلف الخمسة المراكز المتقدمة هنالك أسماء قادمة لا محالة 36 اسم خلف الخمسة المراكز المتقدمة والمتنافسة بهذا الشوط وبهذه الانطلاقة. أعود بحضراتكم إلى الصدارة إلى المقدمة إلى أول المراكز وأشاهد شعار الحنزاب مع المركز الأول برفقة مياس علي بن حمد الحنزاب المري ينطلق شعاره مع الصدارة ويتواصل بقيادة مجريات هذا الشوط. ولكن هنالك أمور حدثت مع المقدمة بانطلاقة الشامي من غير وانطلق إلى المركز الأول. تعود ملكية الشامي لجمال بن راشد الشاوي القفلي مع المركز الأول. ضيوف الميدان ينافسون آل الميدان بانطلاقة الصدارة. المركز الثاني يتواجد مياس لعلي بن حمد الحنزاب المري. ثالث المراكز يتواجد بهذه اللحظات وينطلق هملول من تجري ايضا السلالة الهملولية بدمائه وينطلق بشعار عبد الله بن محمد الكثير الى المركز الثاني. ثالث المراكز من الجانب الايمن يتواجد شاهين لمحمد بن علي بن راشد الاكتبي ايضا ضيف الميدان العاني للمنافسة ولتقديم الانطلاقات المميزة. انتصفت مسافة هذا الشوط انتصف المستوى الفني وبدأنا بفتح سجلات جديدة سجلات بيضاء للمنافسة وأيضا للنزاع ولانتزاع أول المراكز. هنالك الصدارة والقيادة يتواجد الشامي لجمال بن راشد الشاوي القفلي مع المركز الأول. ثاني المراكز يتواجد شاهين محمد بن علي بن راشد الاكتبي وثالث المراكز يتواجد هملول عبد الله بن محمد الكذيري. رابعا وتابع التواجد من قبل هملول مطر بن نصيب بن سعيد الاكتبي مع المركز الرابع وخامس. المراكز يتواجد بهذه اللحظات وبهذه الانطلاقه ببلش لاحمد بن حسين بن محمد القرشي وهنالك ايضا القدوم من الاسماء والشعارات المتواجده والمتنافسه بهذا الشوط وبهذه الانطلاقه المميزه. واختلطت الامور ببعضها البعض وبدا السيل الجارف من الثنايا. هذه الاسماء الكبيره التي وصلت لهذا السن بانجازاتها الحافله بسجلاتها المميزه بانطلاقاتها الجميله وكل اسم من هذه الاسماء في رصيد السيارات وايضا اتت وصيفه على الرمز. ربما بعض هذه الاسماء قد حصلت على رمز في احد الاسنان الماضيه. ولكن اعود الى الصداره اعود الى المقدمه اعود إلى الانطلاق وإلى الشامي. الشامي يتواجد على المركز الأول. جمال بن راشد الشاوي القضلي يقدم لنا الشامي مع هذا التقدم الجميل والانطلاق المميز. وثاني المراكز يتواجد شاهين من حلق مع المرتبة الثانية في رفقة محمد بن علي بن راشد الاكتبي من أيضا سطر وكتب بأحرف من ذهب بانطلاقة شاهين مع المركز الثاني. ثالث المراكز يصل ويتقدم شاهين لسالم بن سعيد بن خدير الاكتبي مع المركز الثالث. رابعا وتابع مرحبا بقدوم ضيف وصل ضيف صاحب انجازات صاحب سجلات صاحب انطلاقات ضيف تعود الملكية لعبد الهادي بن راشد العاوي المري مع المركز الثالث أو الرابع. انطلق بهذه اللحظات وأيضا هنالك قدوم شعار بن خدير من وصل بهذه الانطلاقة وتواصل بالمنافسة وأيضا بالانطلاق المميز. وهنالك الأسماء
قادمة وواصلة لا محالة، أسماء وأعداد كبيرة وقادمة، ولكن شاهد الشامي ما زال قائدا لهذه الانطلاقة ومنطلقا مع الصدارة ومتواصلا مع المركز الأول. الشامي تعود ملكيته، تعود ملكية الشامي لجمال بن راشد الشاول الصلي. المركز الثاني هنالك القادم والمنطلق شاهين لمحمد بن علي بن راشد الكتبي، ثالثا يتواجد في هذه اللحظات هملول مطر بن نصيب السعيد الكتبي، رابعا وتابع تواجد ضيف عبد الهادي بن راشد بن محمد العاول مري، والمركز الخامس وتابع هنالك القدوم من وصل بهذه اللحظات هملول، وهنالك ايضا القدوم من الاسماء ووصول شاهين لسالم بن سعيد بن خدير الكتبي، وهنالك القادم شاهين لمحمد بن دقاش العامري مع ايضا المراكز المتقدمه. ولكن هذا الشوط غير على الاشواط التي مضت، هذا الشوط بانطلاقته المميزة جميع الأسماء بالمغربة من بعض، أسماء وأعداد كبيرة على المقدمة وعلى الصدارة، وش بنذيع وش نخلي، ولكن الشامي هو القائد والمنطلق مع الصدارة. وانطلق بهذه اللحظات شاهين محمد بن علي بن راشد الكتبي وقير إلى الصدارة، وانطلق إلى المركز الأول يتواجد ضيف على المركز الثاني، وقير إلى صدارة ضيف تعود الملكية لعبد الهادي بن راشد العاوي المري، وهنالك ايضا قدوم اسم من الاسماء، خمسة اسماء على المركز الاول او عشرة اسماء مع انطلاقة المقدمة والصدارة، وهنالك شعار بن حويل يصل بهذه اللحظات وينطلق من الجانب الايمن، ولكن ينحجب رقمه يتواجد المتحد عبد الله بن سالم بن حويل المري، ينطلق مع الصدارة يقير عاشق هذه السلالة، عاشق سلالة المتحد. الله، انطلق ضيف مع 800 متر الأخيرة، 800 متر عن السيارة، ومن هو حليف الحظ؟ ضيف على الصدارة، ضيف على المقدمة، ضيف على المركز الأول، صاحب الصولات والجولات، صاحب أيضا الإنجازات، صاحب التحليق على هذا الميدان وأيضا بجميع الميادين، حضر هذا الشعار وحضر ضيف من سجل أيضا إنجاز مميز في هذا الميدان وبميدان المرموم وأيضا بالمملكة العربية السعودية. هذا ضيف المنطلق والمتواجد على الصدارة عبد الهادي بالعاوي المري، ينطلق شعار مع المركز الأول عبد الهادي بن راشد العاوي المري، يسجل السيارة الثالثة برصيد أيضا ضيف من انطلق إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن بأنه بطل هذا الشوط، وهو المتوج وهو القوي وأيضا المنطلق إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس الثاني. والتبريكات نزفها لمالك ضيف عبد الله بن راشد العاوي المري على حصول ضيف على المركز الأول. ثاني المراكز كان الوصول المشاهد لحربي بالطشة بثعيل بالعامر المركز الثالث، كان الوصول من قبل مبلش لأحمد بن حسين القرشي المركز الرابع، كان التواجد من قبل رابع المراكز شاهين لسالم بن سعيد بن غدير الكتبي المركز الخامس، كان الوصول من قبل المتحد لعبد الله بن سالم بن حويل المري. إذا نهني جميع الفائزين، كما نهني مالك ضيف من حصل على أول المراكز، وكان توقيت الزمن 13 دقيقة 8 ثواني 30 جزء من الثانية، وذهبت السلامات إلى أهل المملكة برفقة ضيف وبرفقة مالك ضيف عبد الهادي بن راشد العاوي المري. لك الثاني على حصول ضيف على سيارة هذا الشوط المركز الثاني، كان الوصول من قبل شاهين توقيت الزمن 13 دقيقة 9 ثواني 42 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات لحربي بالطشة من ثعلب العامري. ثالث المراكز كان الوصول من قبل مبلش لأحمد بن حسين بن محمد القرشي توقيت الزمن 13 دقيقة 10 ثواني 38 جزء من الثانية. الثاني والتبريكات نزفها للقرشي على حصول مبلش على